بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، تكلمنا عن معنى الجهاد وأنواعه، وأنه ورد في الشرع في معان متعددة، منها قول الله عز وجل: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا، أي بالقرآن. قول النبي عليه الصلاة والسلام: المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. إن كان أغلب استعمال الكلمة وجاهدوا في سبيل الله أموالكم وأنفسكم هو في معنى بذل الجهد في مقاتلة الكفار، لكنه قد يطلق على مقاومة الشر والسعي في إبطاله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بصوره المختلفة، فليس محصورا في القتال. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في بيان مراتب الجهاد، قال: فجهاد النفس أربع مراتب، إحداها أن يجاهدها على تعلم الهدى ودين الحق الذي لا فلاح لها ولا سعادة في معاشها ومعادها إلا به، ومتى فاتها علمه شقيت في الدارين. تعلم الهدى، ولا شك أن طلب العلم يحتاج إلى مجاهدة للنفس، فإن النفس تميل إلى الكسل وتميل إلى التعزز عن الجلوس في مجلس التعلم وتسعى إلى البطالة، فمن جاهد نفسه لتتعلم الحق وتنفق الساعات والأيام والليالي في طلب العلم، في ابتغائه في مظانه عند أهل العلم من أهل الحق من أهل السنة، فإن ذلك جهاد في سبيل الله كما هو معلوم. لا يتمكن من جهاد الكفار بالقرآن إلا بتعلم القرآن، لا يمكن إقامة الحجج وتبليغ دعوة الرسل إلا بتعلم القرآن والسنة على طريقة الصحابة وسلف الأمة. قال الثانية: أن يجاهدها على العمل به بعد علمه، وإلا فمجرد العلم بلا عمل إن لم يضرها لم ينفعها، يعني لم ينفعها النفع الذي ينجيها من عذاب الله سبحانه وتعالى. وإن كان العلم في حد ذاته شرف، إن كان العلم في حد ذاته شرفا عظيما، لكنه لا ينفع نفع النجاة من عذاب الله إلا بالعمل، وهو المقصود بالعلم. كما أن الدعوة إلى الله عز وجل لا تنجح في حقيقة الأمر ولا تؤثر في الناس ممن كان الأمر عنده مجرد معلومات ينقلها دون أن يعمل بها ويطبقها في حياته. فقضية العمل تحتاج إلى مجاهدة وبذل جهد حتى يصبر على تنفيذ ما تعلمه. الثالثة: أن يجاهدها على الدعوة إليه وتعليمه من لا يعلمه، وإلا كان من الذين يكتمون ما أنزل الله من الهدى والبينات، ولا ينفعه علمه ولا ينجيه من عذاب الله. بيان الحق للناس وإبلاغه لهم وتعليمه لمن لا يعلمه، هذه مرتبة عظيمة من مراتب جهاد النفس، لأن النفس تميل إلى موافقة الواقع الذي يعيش فيه الإنسان. أكثر الناس يميلون إلى تقليد المجتمع الذي نشأ فيه، لا يريدون مخالفته، لا يريدون أن يشعروا بالغربة التي تؤدي إليها إعلان مخالفتهم فيما خالفوا فيه شرع الله عز وجل. وهذا من الأمور التي يجب بذل الجهد في معالجة النفس فيها. الناس أكثرهم لا يحبون أن يخالفوا غيرهم، فمن تحمل أن يخالف غيره بأن يدعوهم إلى مخالفة أهوائهم سوف يحدث منهم نوع
معاداة ونوع ابتعاد فتحصل غربة، فاحتاج الأمر إلى أن يجاهد نفسه ليتحمل هذه الغربة وأن يتحمل أثر دعوته إلى الله عز وجل. الرابعة أن يجاهدها على الصبر على مشاق الدعوة إلى الله وأذى الخلق ويتحمل ذلك كله لله، فهو يجاهد على الصبر. وهذه الأربعة المذكورة في قول الله عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تحقيق الإيمان الذي هو أعظم أركان العلم، ثم العمل الصالح، ثم التواصي بالحق، ثم التواصي بالصبر. الصبر على مشق الدعوة، على ما يصيب الإنسان من أذى، على الاستمرار. ليس المهم أن تصل إلى القمة، ولكن أن تحافظ عليها كما يقولون في المثل. فلا بد أن تستمر على طاعة الله، وهذا يحتاج إلى مجاهدة. ذكر جهاد الشيطان أنه على مرتبتين: جهاده في دفع الشبهات المضلة، وجهاده في دفع الشهوات المغوية. دفع الشبهات، والشبهات طرق الشيطان في الشبهات في مجال العقائد والعلوم، والشهوات في مجال الإرادات والمقاصد. فلا بد أن يجاهد نفسه ويجاهد شيطانه لله سبحانه وتعالى. ثم جهاد الكفار والمنافقين 4 مراتب: بالقلب واللسان والمال والنفس. وجهاد المنافقين أخص باللسان، وجهاد الكفار أخص باليد. إذن يفهم من هذا أن من جهاد الكفار ما يكون بالقلب، وذلك بغضهم في الله ومعادتهم فيه سبحانه وتعالى، وباللسان بإظهار مفارقة دينهم والتبرؤ منه والتصريح بكفرهم، إذ لم يوحدوا الله ولم يؤمنوا برسوله صلى الله عليه وسلم. والجهاد بالمال، بذل المال لإعداد العدد التي أمر الله بها، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. والنفس، الخروج بالنفس في قتال الكفار والمنافقين. يقول جهاد المنافقين أخص باللسان، ليس يقول مخصوص باللسان، أو ليس جهاد الكفار المنافقين يكون فقط باللسان، لكن كلمة أخص باللسان يعني أكثر أنواعه التي يستعمل فيها، غالبا ما يكون باللسان. وقد أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم في كتابه فقال: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين. ومعلوم أن الأغلب الأعم أن المنافقين لا يقاتلون، وقد ظن البعض أن المنافقين لا يقاتلون نهائيا، وليس كذلك. لذلك قال هو أخص، لأن هناك أحيان يجاهد المنافقون فيها بالنفس والمال إذا أظهروا نفاقهم، وهذا باب نذر وجوده في كتب الفروع، وإنما يعرف من كتب التفسير وكتب العقيدة، ويعرف في أبواب متفرقة لم تعنون بعنوان جهاد المنافقين. لكن قد يوجد ذلك، وقد ذكر علماء التفسير هذا النوع من الجهاد، جهاد المنافقين باليد والمال بقتالهم إذا أظهروا نفاقهم، كما في قول الله سبحانه وتعالى: لئن لم ينتهي المنافقون الذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. إذا أظهروا نفاقهم قتلوا تقتيلا. النفاق قد يظهر بدرجة الكفر، وقد يظهر بدرجة الامتناع من الشريعة، وقد يظهر بدرجة فعل الكبائر التي تدل على درجة من درجاته. وإلا فالذين أشاعوا الفاحشة في الذين آمنوا، هؤلاء أظهروا ماذا؟ حقيقة الأمر أنهم يريدون نشر الفاحشة في الذين آمنوا لتدمير المجتمع المسلم،
يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا وينشرونها ماذا تكون عقوبتهم؟ عقوبتهم بإقامة حد القذف على من قذف وجهادهم بهذه الطريقة. وأما إذا امتنعوا من الشرائع الظاهرة المتواترة كالزكاة وأظهروا كذلك العقائد الفاسدة مثل تكفير المسلمين والطعن في الخلفاء ونحو هذا، فيجاهدون لمنع إظهار هذا الكلام بما جاهد به أبو بكر مانع الزكاة وبما جاهد به علي رضي الله عنه الخوارج، وهو في الحقيقة من جهاد المنافقين. ومعلوم أن أصل الخوارج الرجل المنافق الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم اتق الله واعتدل، وأصل الرافضة عبد الله بن سبأ. إذا أظهر أهل البدع بدعهم وأصروا على الامتناع ببعضهم فإنهم يجاهدون لإبطال بدعتهم. أما إذا أظهروا الردة وظلوا منتسبين إلى الإسلام فهم يسمون منافقين ويشرع قتالهم، ويجب قتالهم إذا أظهروا الردة وظلوا منتسبين إلى الإسلام. إذا يظهروا الردة وهم منتسبين الإسلام يظهرون كفرا مخرجا من الملة ويقولون نحن مسلمون ولا يجحدون الشهادتين، كما قال تعالى فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. نص في أن هؤلاء قوم ما زالوا يسمون بالمنافقين، هذا دليل على أنهم لم يجحدوا الشهادتين، ولو كان كذلك لما اختلف فيهم المؤمنون كما قالت فما لكم في المنافقين فئتين. لماذا صاروا فئتين؟ هل اختلف المسلمون في كفار قريش في كفار أهل الكتاب؟ لم يختلفوا في ذلك، إنما اختلفوا في كون هؤلاء هذه الطائفة التي كانت تظاهر عدو المسلمين عليهم وخرجوا في قضاء حاجة لهم، فقال بعض الصحابة اذهبوا إلى الخبثاء فاقتلوهم فإنهم يظاهرون عليكم عدوكم، وقال آخرون سبحان الله كيف تقاتلون قوما قد تكلموا بمثل ما تكلمتم به من أجل أنهم لم يفارقوا ديارهم وأوطانهم وأموالهم. فأنزل الله فما لكم في المنافقين فئتين. قوم كانوا يخرجون معاونين للكفار وخرجوا في طلب حاجة، فقالوا إن لقينا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فليس علينا منهم بأس، لماذا؟ لأننا نشهد الشهادتين. فأمروا بقتالهم إذ لم يهاجروا، والله أعلم. فهذا نفى به كلمة جهاد المنافقين أخص باللسان، إنه يعني أخص مش إنه خاص، إذا قلنا في جهاد للمنافقين باليد والمال، لكن ليس هذا هو الأغلب. الأغلب الأعم أنهم يجاهدون بإبطال بدعهم سواء وعقائدهم الفاسدة وشبهاتهم الباطلة، وكذا مقاومة ما يحاولون من نشر الفواحش في المسلمين ومن يعني إشاعة يعني ما يضر المسلمين في أعراضهم وأهليهم وأولادهم. فهذا إنما يكون باللسان في الغالب، وجهاد الكفار أخص باليد، لأنهم يعلنون مخالفة الإسلام وأهله والمقاتلة ضدهم، فهو أخص باليد. هل معنى ذلك أنهم لا يجاهدون باللسان؟ لا، بل يجاهدون بإقامة الحجج ودعوتهم إلى الله وبيان الحق للناس وبيان بطلان ما يدعون إليه، وكما يجاهدون بالقلب. جاهدوا المشركين بأيديكم وألسنتكم بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. يبقى كلمة أخص إن هو أكثر أغلب ما يكون باليد. قال ثم جهاد أرباب الظلم والبدع والمنكرات، فثلاث مراتب.
الأولى باليد إذا قدر، والثانية باللسان إن عجز انتقل اللسان، والثالثة إن عجز جاهد بقلبه. هذا ابن القيم رحمه الله، وهذا مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وليس المقصود في هذا الحديث ترتيب زمني في كيفية التغيير، وإنما هو ما يصل إليه في نهاية الأمر غاية التغيير، بمعنى أنه لا يبدأ بالتغيير باليد مباشرة، فقد يكون الإنسان جاهلا فيبدأ معه بالتعليم بالبيان. وهذا مأخوذ من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، قد رأى عليه الصلاة والسلام منكرات وغيرها بلسانه قبل أن يغيرها بيده، فإنه رأى الرجل الذي يبول في المسجد، وهم الصحابة أن يمنعوه ويزرموه ويقطعوا بوله، وهذا منع للمنكر باليد بمباشرة العقوبة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزرموه. ثم قال لما قضى بوله: إن هذه المسارد لا يصلح فيها شيء من هذا القذر، إنما هي للصلاة ولذكر الله وتلاوة القرآن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هدي النبي عليه السلام معلوم في سنته أنه يبدأ أولا بالإيه؟ باللسان، بالقول اللين، ثم بعد ذلك بالقول الغليظ الذي قد يشدد فيه عندما على من قصر في طلب العلم، ثم بعد ذلك يباشر العقوبة. بل قد نص العلماء على تغيير المنكر بدون تعرض لمنكره أولا قبل أن يباشر العقوبة، يعني هناك أن القول اللين يذكره العلماء أولا التبين، لأن هذا يعرف إذا كان منكر أم لا، ثم التبيين التوضيح والبيان بالقول اللين، ثم القول الخشن، ثم إزالة المنكر دون تعرض لمرتكبه، ثم معاقبة مرتكب المنكر. كل هذا بالضوابط الأخرى، يعني مع مراعاة الضوابط الأخرى. أقصد أن هذا الترتيب باليد ثم باللسان ثم بالقلب ليس المقصود منه الترتيب الزمني في كيفية التغيير، لكنه الذي يصل إليه، يعني يبدأ أولا بالإيه؟ باللسان، لم يستجب يعظه ويذكره، ثم يغلظ عليه بالقول الخشن، ثم يهدده بالعقوبة، ثم يزيل المنكر بيده، ثم يعاقبه على ذلك طالما كان مستمرا. العقوبة دي تبقى حد أو تعزير حال قيام المنكر، يمكن لأحد الناس أن يفعل ذلك لدفع الصائل بعد قيام بعد زوال المنكر وفعله، إنما هو للإمام والحاكم والقاضي يفعل ما أمر به من حد أو تعزير. قال ابن القيم: فهذه 13 ثلاثة هذه 13 مرتبة، هي 13 مرتبة مش كده؟ 13 صح ولا غلط؟ ها؟ أنا عارف إن 13 بقول 13 ولا 13؟ 13 صح كده. فهذه 13 مرتبة من الجهاد، ومن لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق، أعوذ بالله. ما المقصود بذكر أنواع الجهاد؟ تظهر فائدة تعدد أنواع الجهاد ومراتبه وعدم انحصاره في القتال، وإن كان القتال هو ذروة السنام لهذا الدين وهو المقصود في إطلاق الآيات والأحاديث، في معرفة أولويات العمل الإسلامي ومعرفة سبيل الأنبياء عموما. لأن الذي انحصر عنده معنى الجهاد في القتال وأشعر بالتقصير حيث لم يحمل السلاح،
فإنه يبحث عن أي مخرج لكي يحمل السلاح، وذلك يترتب عليه أحيانا أن يحمل السلاح في غير محله، فيترتب على ذلك مخالفة أولويات العمل الإسلامي. العمل الإسلامي هذا يؤخذ من أين؟ يؤخذ من سيرة الأنبياء بما بدأوا، كيف بنوا المجتمع المسلم، كيف أسسوا الدولة المسلمة، هل بدأوا بالقتال مباشرة أم أنهم بنوا أولا طائفة مؤمنة، شخصيات مسلمة متكاملة، وبنوا بعد ذلك طائفة مؤمنة، ثم نمت هذه الطائفة وزادت قدرتها وإمكانياتها وتمكنت من مكان من الأرض نشأ فيه المجتمع المسلم، بدأ ضعيفا صغيرا فقيرا، ثم تدرج في القوة حتى أمكنه أن يدفع أولا عن أفراده وعن بلده، ثم بعد ذلك تطورت موازين القوى حتى بدأ يدافع عن بقية العالم. يعني لو قلنا جهاد الطلب في حقيقته دفاع عن حق البشر في أن يصل إليهم نور الله سبحانه وتعالى، يعني لو سمينا دفاع من هذا الاعتبار فهو صحيح، بس دفاع عن مين بقى؟ عن أجيال البشرية القادمة وعن الأجيال الحالية التي يحجب عنها نور الحق من يعني خلال طواغيت الظلام. فالمسلمون يجاهدون يطلبون الكفار لأجل أن الأرض أصلا هي لله سبحانه وتعالى، وقد جعلها الله لعباده الصالحين. نقول أولويات العمل الإسلامي بذرة تنبت تسقى تنمو تصبح شجرة تثمر ثمارا. كثير من الناس لا يلتفت إلى هذا لأنه يريد الجهاد، لأنه انحصر عنده الجهاد في القتال، فترتب على ذلك أنه يريد إعلان الحرب على أعداء الإسلام في العالم كله. والمسلمون يعني لا في كثير في كثير من الأحيان لا يتمكنون حتى من الدفع عن أنفسهم وبلادهم، وليس معنى ذلك ترك هذا الأمر حينما يقدر عليه ويجب على المسلمين، بل لابد أن نعلم أن الأمر مرتبط بعد نزول أحكام الإسلام كاملة ومن ضمنها الجهاد، أن الترتيب الزمني نحن لا نخترعه ولا نحدده من قبل أنفسنا، ولا نرجع في مسألة ترتيب تشريع الأحكام على مراحل وتدرج، ولكن في الحقيقة هناك تدرج منبعه من أين. هنقول مثلا على سبيل المثال هندعو سرا 3 سنين وندعو علنا 10 سنين ونكون الدولة بعد ذلك علشان هي دي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا التدرج ده، ولا هنقول مثلا هنأمر الناس بعد 10 سنين من الدعوة بالصلاة، حين فنقول كده، ولا نقوله بعد أن نكون الدولة سنأمرهم بالصيام بعد 2 سنين. ينفع حد يقول هذا كلام؟ لا يقوله عاقل، وإن كان أهل البدع والضلال ربما طبقوا ذلك حسب ما يشتهون. يعني على سبيل المثال بعضهم يقول لا نحن نصليش جمعة هنا، دي بلاد مجتمعات جاهلية مش هنصلي فيها ايه جمعة، الجمعة شرعت فين في المجتمع المسلم؟ لما نكون دولة مسلمة نبقى نصلي ايه جمعة، اهو ده بقى من الضلال المبين. فعشان كده نقول طب ما هنعمل ايه؟ طيب يعني الترتيب الزمني ده هنحدد احنا سنوات كل 13 سنة هنراجع نفسنا مثلا عشان نشوف هنقدر نكون الدولة ولا لا، هنبدأ الجهاد مثلا جهاد الطلب بعد مثلا 20 سنة من بداية الدعوة؟ لا قطعا لا. اتمر التدرج ايه؟ مفيش تدرج خالص. هنقول للناس قتلوا النهاردة بعد ما وجع، عشان اخر ما فرض على النبي صلى الله عليه وسلم بدء الكفار بالقتال وان نطلب الكفار، فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم. وده اللي فهموا كده، يلاقي واحد كافر ماشي في الشارع وجاي ايه قتلوا لقافة حيث وجدتموه،
وهو لا يفهم أن هذا الأمر في الحقيقة هناك تدرج شرعي مبني على معرفة أولويات العمل الإسلامي، مبني على أنهي أدلة بقى؟ على أدلة القدرة والعجز، اللي هي مبنية على مراعاة سنن الله الكونية، والنظر في موازين القوى، والنظر في مآلات الأمور. القدرة والعجز دي أدلتها باقية ومستمرة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، إن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000، دي أدلة مستمرة. والأدلة دي اللي هي مسألة القدرة والعجز، والأمر الثاني مسألة المصلحة والمفسدة، إن والله لا يحب الفساد، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، يبقى إرادة الإصلاح قدر الاستطاعة. دي أدلة لا تنسخ ولا تغير، يبقى في تدرج في الحقيقة مبني على ذلك، بس ده محتاج إنه يعلم كيف بنى الأنبياء المجتمعات والدول الإسلامية التي تكونت عبر الزمان. لما نعرف إن في حاجة اسمها جهاد نفس، وفي تعلم الحق، وفي دعوة العمل به والدعوة إليه والصبر على ذلك، وإنه يؤمر بالمعروف والمنكر بالثلاث مراتب، ويجاهد الكفار بالأنواع، المنافقين بالأنواع المختلفة. لما نعرف إن في أنواع مختلفة الجيش ما يحصلش ضغط نفسي على شباب المسلمين أن لا بد وأن يفعلوا شيئا يدفع به كثير من الناس إلى الاصطدام بواقع لا يقدرون على مواجهته، هو في الحقيقة المصادمة معه تضر العمل الإسلامي وتخالف الطريقة التي بنى بها الأنبياء المجتمعات. الأنبياء زي ما قلنا قبل كده بنوا المجتمعات المسلمة، لو قلنا طوبة طوبة ومجموعة مجموعة، طوبة طوبة يعني شخصية شخصية، مش كده؟ تبنى على العلم والإيمان وعلى العمل وعلى الدعوة وعلى الصبر، على العقيدة الصحيحة وعلى العبادة وعلى المعاملة بالحلال واجتناب الحرام، على الأخلاق الإسلامية، على السلوك القلبي الذي يقرب الإنسان إلى الله. تتكون شخصيات تقدر تقود المجتمع وتقود العالم. وافتكروا الصحابة رضي الله عنهم غيروا العالم ده بالقوة العسكرية فقط، هم فتحوا البلاد. طب ما 50 حد فتح بلاد قبل كده، يعني كم من الأمم تسلط على أمم أخرى؟ إيه اللي خلى الصحابة رضي الله عنهم لما فتحوا البلاد غيروا واقع الحياة فيها؟ لغاية النهاردة البلاد اللي فتحوها هم مسلمة، البلاد اللي فتحها الصحابة زي الشام والعراق ومصر وأجزاء أفريقيا، واللي هم غيروا دينهم ولغتهم وعاداتهم وسلوكياتهم وأخلاقهم تقاليدهم، مع كل حاجة اتغيرت عند الناس. منين؟ من أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا بيقهروهم عسكريا فقط، بالتتار قهروا المسلمين عسكريا وعملوا فيهم المسلمين، قهروهم حضاريا وغلبوهم وصبغوهم بالإسلام. لما تيجي تدور كده البلاد اللي اتفتحت في عصر الصحابة لغاية النهاردة ايه؟ مسلمة، ان هم غرسوا فيها الإسلام فعلا. بلاد تانية كانت في يوم من الأيام كانت النمسا دي مثلا وصربيا كلها كانت ايه، واليونان كلها كانت ايه، كانت بلاد تحت الإسلام، بس ما تغيرتش. سانتوناس اللي فتحوها ما كانوش مغيرين لها. هيقابل العالم بالإسلام ازاي من غير الشخصيات المتكاملة؟ فعشان كده بنقول أولويات العمل الإسلامي. الأنبياء بنوا لو شبهناها بهرم يبنى، ما بدأوش بالإيه؟ بالقمة، بدأوا بالإيه؟ بالقاعدة، وقاعدة ورا قاعدة لغاية ما يوصل للقمة. الناس يوم ما تفكر أنها تصل إلى القمة، اللي هي فكرة الإنقلاب، الوصول إلى قمة السلطة، من غير ما يكون عندنا مؤهلات إقامة الدولة الإسلامية، بل مفيش مؤهلات لإيه؟ للدولة نفسها. يعني ناس قول لي مثلا مجموعة شباب مثلا في بلد من البلاد الأفريقية، الإخوة بيقولوا لي إحنا مثلا عدد اللي خدوا ثانوية عامة في الناس معدود على الأصابع، ماذا يحسن الشباب دول؟ يحسنوا أن يقاتلوا. طب لما يمسكوا حاجة يعملوا فيها إيه؟
يعرفوا بيقولوا انت تقول عايز تعمل دوله ودوله ايه اسلاميه، وجود الدوله نفسها انت ممكن ما عندكش اي مؤهلات له، يوم يحصل سخط عارم وعجز تام ويترتب على ذلك من سنن الله الكونيه السقوط الذريع، زي ما بقول كده قمه الايه الهرم مربوط بخيوط من فوق، واحيانا يكون الخيوط دي مش انت اللي ماسكها، يكون اعدائك اللي ماسكينها، يقوموا لما يحبوا بقى يعملوا من الازمه الضخمه يروحوا جايين ايه قاطعين الخيوط دي، وتروح جايه القمه دي واقعه على الايه على القواعد، تدمر اللي تدمره واللي يبعد عنها شويه قد ينجو، واللي يبقى قصادها بالظبط ايه واللي يبقى تحتها بيصاب، وتبقى عايز بعد كده عشان تعمل القاعده دي تعمل ايه، تقعد تنظف وتزيل الحاجات المكسره، الشخصيات اللي اتكسرت واتدمرت وحصل فيها تشوهات، التشوهات في الشخصيه دي ممكن تقعد عشرات السنين خساره على العمل الاسلامي، واثار الخساره في كراهيه الناس لما راوه من اعمال وسلوكيات والفاظ واخلاق وممارسات، نفرت كثير جدا من الناس، تكسرت ولا قامت دوله ولا اسلامي ولا عمل اسلامي بسبب جهل كثير جدا من الناس بما يلزمهم. وفي النهايه زي ما بقول كده احيانا بيصطدم واحيانا بيدفع دفعا الى ان يصطدم بصخره او بحائط شديد النتوءات مليء ب زي ما بشبهه كده بمسامير وسيوف بال ناتئه، والناس يقول له خش توكل واقتحم، نتيجة ان هو مش عارف ايه اولويات العمل، وانه لا يصلح ان اكسر هذا الحائط بالصدور العالية، عشان تكسر الحائط ده وتزيل الاول المسامير والسيوف اللي طلع عشان تعور اللي هيقرب منها، لابد لها من عمل اخر. الانبياء عملوا ايه من اجل ذلك؟ نقول هذا التدرج اللي مبني على ادلة كلية لا تنسخ ولا تغير ومستقرة في الشريعة الإسلامية استقرارا لا يحتمل التغيير، بخلاف أنواع أخرى من الأدلة طبقها النبي صلى الله عليه وسلم في أوقات وطبق غيرها في أوقات، على حسب قدرة المسلمين وعجزهم وعلى حسب مصلحتهم ومفسدتهم. لا لما نتمكن بقى هنعمل، لا طبعا احنا لما نتمكن، احنا بنقول الحرب دي في الاسلام اللي هو الجهاد غرضه الدفاع عن حق البشريه في ان يصل اليها النور، يبقى اول حاجه هنشوف الكفار دول وصلهم الحق ولا لا، مش كده؟ وتاني حاجه بنعرض عليهم ان يعيشوا مسالمين داخل سلطان الدوله الاسلاميه، ودي بدرجات متفاوته مختلفه من الايه؟ من العهود بيننا وبينه. فإن اعتدوا عليكم، إن هو بيرد عليه. وفي أوقات تانية منها مثلا على سبيل المثال العهد المطلق، ومنها العهد المؤقت، ومنها عهد الأمان، ومنه عقد الجزية، دي كلها صور للتعايش السلمي بين المسلمين وبين إيه؟ الكفار. ومن واحد تاني في بعد كده يعني يبذلون كل جهد في حرب الإسلام وأهله، دول لو تمكنا من قتالهم قاتلناهم، ولا لا شك في ذلك. بعد عهد الصحابة الشيخ تم افتتاح او فتح تركيا للاسلام، والى الان الاسلام موجود في تركيا. ولولا يعني مكاين الشيعة والخلفاء لاستمر الاسلام في النمسا وفي غيرها. الشيعة كانوا هم الخنجر الذي اوقف هذا الامر، بس في الحقيقة لم يكن صحيح بلا شك، بس لما نيجي نقارن بينهم وبين البلاد اللي فتحها الصحابه هنلاقي اللي فتحها الصحابه استقر فيها الاسلام استقرارا عجيبا، لغايه النهارده لما تيجي تدور على سبيل المثال الحاجات اللي فتحها الصحابه في القرون الاولى ما زال الاسلام فيها اقوى من غيرها بقوه. نعم نعود فنقول ده المقصود. لابد ان نعرف ان فائده تعدد انواع الجهاد وعدم انحصاره في القتال، وان كان القتال هو ذروه السنام لهذا الدين وهو المقصود في اطلاق الايات والاحاديث، فائده هذا في معرفه اولويات العمل الاسلامي
ومعرفة سبيل الأنبياء عموما والنبي صلى الله عليه وسلم خصوصا في التغيير، تغيير الواقع والإصلاح فيه. فإن الكثير من الناس ربما يدفعه تصوره القاصر على مفهوم الجهاد إلى أعمال غير منضبطة بضوابط الشرع ليتخلص من ظنه تضيع الجهاد، وكأنه عايز يموت. يعني البعض بيقول احنا بنعمل كده علشان ايه؟ عشان نتخلص من التقصير، عشان نبقى عملنا حاجة، علشان ما يأتيناش الأجل واحنا مقصرين. ومين اللي قالك ان انت تبقى مقصر وانت ايه؟ عاجز. مين اللي أمر، مين اللي أخبرك بأن انت هتبقى مقصر وآثم وانت لا تقدر؟ على فكرة ده يقول حتى شيوخ ينتسبون إلى العلم في أن يقول لك هي خسرانة خسرانة يبقى أتانا الأجل ونحن غير مقصرين. لا، ده أنت كده ضيعت الموازنات الشرعية في هذا الباب. ربنا عز وجل قال لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد. شوف الترتيب الرائع العظيم ده. الحديد جه امتى بعد ايه؟ بعد الايه؟ الكتاب والميزان والبينات، مش كده؟ ارسلنا رسولنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب. الكتاب ده المتضمن للايه؟ للبينات، والبينات هي الوحي المنزل كتابا وسنه واجماعا، والميزان الذي هو القياس الصحيح على هذه البينات. آية محكمة، سنة ثابتة، إجماع قديم، والميزان على هذه الثلاث ليقوم الناس بالقسط. هذا الغرض الشرعي، الحكمة الشرعية. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد. الذي يستعمل الحديد قبل البينات وقبل الكتاب يضع الأشياء في غير موضعها. ومأخوذ منين؟ مش من الواو، حضرتك الواو مش للترتيب، مأخوذ من سنن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فلذلك البعض تصوره القاصر عن مفهوم الجهاد يدفعه إلى أعمال غير منضبطة ليتخلص من ظنه تضيع الجهاد، وقد غاب عنه أن واجب الوقت الذي هو فيه نوع آخر من أنواع الجهاد. والناظر في سنة الأنبياء الذين أمروا بالقتال، يعني إيه الذين أمروا بالقتال؟ إن في أنبياء لم يؤمروا بالإيه؟ بالقتال. المرحلة دي ما توجدتش عندهم. أول أمر بالقتال كان في التوراة. قبل التوراة كان الهلاك للأمم المكذبة بآيات من عند الله. قال الله تعالى ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس. فالله الذي تولى إهلاك القرون الأولى، قوم نوح بالطوفان، قوم عاد بالريح، قوم ثمود بالصيحة، قوم مدين بالرجفة والكسف من السماء، كسف من السماء، قوم لوط بأن جعل الله عليها سافلها وأمطر عليها حجارة من سجيل منضود، وجعل هلاك الأمم من عنده سبحانه وتعالى، وجعل هلاك فرعون قبل نزول التوراة. فلقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى. لذلك سيدنا موسى أمر بالقتال متى؟ بعد نزول إيه؟ التوراة. عندما أمر قومه فقال يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. فالأنبياء بعد ذلك شرع لهم القتال. سيدنا عيسى ممن شرع له القتال، لكن ليس في زمنه قد قاتل. ده هو هيقاتل إمتى؟ لما ينزل إلى الأرض بعد ذلك. لكن الذين أمروا بالقتال، الترتيب أولويات العمل الإسلامي بدأت أولا بالدعوة إلى الإيمان بمعانيه الشاملة. دعوة الإيمان مقصود به الإيمان معناه الشامل اللي هو بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل، الإسلام والإيمان والإحسان، يعني إلى الدين. والدعوة إلى الإيمان اللي موجودة في حديث جبريل هو بناء الشخصية المسلمة المتكاملة اللي في الجوانب الثلاثة، جانب الاعتقاد وجانب العمل. والعمل ده ذكر في حديث جبريل أركان العمل ومتمماته في باقي واجبات الشريعة اللي هي الحاجات كلها لازمة للإنسان في شخصه. وبعد كده جانب الإحسان اللي هو عبادة القلب، أن تعبد الله كأنك تراه. والإحسان ده يثمر
الخلق، السلوك يثمر الخلق، السلوك اللي هو حال القلب يثمر الخلق اللي هو ايه، اللي هو معاملة الناس بالإحسان، وخلق الناس بخلق حسن. فالإحسان إلى الناس فرع على إحسان إلى إحسان القلب في الباطن في عبادته لله عز وجل. إذا كان أول حاجة اللي هو بنسميه أحيانا بناء الشخصية المسلمة المتكاملة اللي مذكورة في الحديث، ثم إيجاد الطائفة المؤمنة القادرة على تحمل مسؤوليات هذا الدين، اللي هي بتقوم بفروض الكفاية، اللي هي بتبقى اللبنات الصالحة بتصبح إيه؟ تصبح قواعد البناء، جدران البناء، سقف البناء. العمود ده عبارة عن لبنات لوحدها منفصلة، ولا هو جوه لبنات ومعاها حديد ومعاها زلط وأسمنت، وأصبح في النهاية ده إيه؟ عمود، وأصبح اللي وراه ده إيه؟ جدار. عبارة عن إيه؟ عبارة عن لبنات وطوب وأسمنت بتؤدي وظيفة واحدة، وظيفة الجدار، واللي فوق ده عبارة عن إيه؟ حديد وأسمنت وزلط ورملة، أصبحوا بيؤدوا وظيفة الإيه؟ السقف. لغاية ما نقول ده مسجد التقوى، ده شيء متكامل، هو حاجة واحدة بس من أجزاء متكاملة مع بعضها متشابكة. الطائفة المؤمنة بتؤدي فروض الكفاية. طبيعة فروض الكفاية دي إنها بتبدأ بنوع أو بجزء من النوع ينمو بالعمل بما يقدر عليه، فيوفق الله عز وجل للعمل بالمعجوز عنه الآن، يوفق الله بالقدرة، اعمل بما تقدر عليه يوفقك الله ويقدرك على ما تعجز عنه الآن. زي ما قيل اعمل بما علمت يرزقك الله علما ما لم تعمل. فانت اذا عملت باللي انت تقدر عليه ربنا هيقدرك على اللي انت مش قادر عليه، ولكن اياك ان تظن ان انت يعني تحاول ان تسبق كل شيء وتستعجل فتفشل في الجميع. فالطائفة المؤمنة اللي بتنمو قدرتها تدريجيا وتقوم بواجبات الدعوة الى الله عز وجل، واجبات الاحتساب، واجبات التعليم والإفتاء، وواجبات النظام، فصل الخصومات بين الناس، نظام القضاء، نظام العقوبات، نظام السياسي، نظام الاجتماعي، نظام الحرب والسلم. الحاجات دي بتتم ازاي؟ بتتم بوجود الطائفة المؤمنة وتنظر فيما تقدر عليه، وكلما قدرت على شيء فعملته وفقها الله للزيادة، قادرة على تحمل مسألة هذا الدين. ثم شرع القتال بعد ذلك، وفي الحقيقة القتال ده بيشرع بعد وجود الطائفة المؤمنة القادرة على ذلك كأحد فروض الكفاية، ويمكن الله عز وجل بما شاء. بل لا يمكن أن يقوم الجهاد بمعنى القتال إلا إذا سبقته هذه المقدمات. الفصل ده مهم جدا، أو المسألة دي مهمة جدا في معرفة العمل الإسلامي كيف يسير وكيف طبقه الأنبياء. وليتأمل قصة سيدنا موسى، وهي من أهم القصص في ذلك، وقصة سيرة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الاثنين يعني أن هاتين القصتين من أهم ما يعرف به كيفية عمل الأنبياء الذين شرع لهم القتال في سبيل الله. قولوا قولي هذا، استغفر الله.